هو ده الفن بحقه حقيقي يا جماعة. كمية مشاعر ولقطات خرافية بتشوفها في الحلقة الجديدة من فيلا انساجا الموسم الثاني. بعد كل الحلقات اللي شفنا فيها الألم والمعاناة، دلوقتي بدأ يظهر لينا الأمل من جديد. دلوقتي نقدر نقول إن ثروفين وإنار رحلتهم الحقيقية بدأت من دلوقتي. إزيكم يا جماعة، معاكم نرد الألم، الحلقة 23، الحلقة قبل الأخيرة للأسف من الموسم الثاني من فيلا انساجا. زي ما قلت لكم، حلقة 10/10 من غير كلام، واحدة من افضل الحلقات اللي ممكن تشوفها في حياتك بجد. من غير ما نطول كلام، متحمس جدا نبدأ في الحلقة، ولكن كالعادة ما تنسوش تكونوا مشتركين معانا، عشان هنا بنتكلم عن كل حاجة مثيرة في فيلا انساجا وفي عالم الانمي والمانجا، فخليك جزء من رحلتنا وما تنساش تصلى على النبي. ويلا نبدأ على طول. بنكمل نفس احداث الحلقة اللي فاتت، ساعة ما خلاص ثروفين خد المية ضربة وراح يكلم الملك كنود على اساس انه عايز يقنعه انه خلاص يمشي ويسيب المزرعة في حاله. ولكن بعد النقاش اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت، وبعد ما بان لينا ان كنود مصر جدا على فكرته، اتضح لينا ان خلاص اكيد مفيش اي حل غير القتال. كنود بيقول له الحل الوحيد انك تمنعني هو انك تقاتلني وتقتلني دلوقتي. فبنشوف فعلا ان كنود وكل جنوده واقفين وفعلا مستعدين ان هم يقتلوا ثروفين وإنار في اي وقت. بتشوف ان إنار بيتذمر وبيقول ليه دايما القوة بتكون فوق الحق. في اللحظات دي بتظهر لينا الرأس المشؤومة تاني، واللي هي رأس ابو كنود. بيكلم كنود وبيقول له انت لسه ما بقتش ملك حقيقي، انت ازاي تعرض افكارك وخططك لشخص عادي زي ثروفين؟ مستحيل انكم تتبادلوا الحوارات وتفهموا بعض، لان هما مجرد خرفان مسكين. مستحيل على الخرفان ان هي تفهم واجبات الراعي، وكل المطلوب من الراعي هو تربية وذبح وسلخ الخرفان دي. السيطرة هي القوة الحقيقية اللي انت محتاجها، وهي اللي هتعود بالمنفعة للخرفان نفسه. طبعا كل الكلام ده كان بيحصل وهم منتظرين الرد بتاع ثروفين، هيرد هيقول بقى انه هيقاتل ولا هيعمل ايه بالظبط. ودلوقتي بتيجي اللحظة الحاسمة، ثروفين بيتكلم وبيقول لكنود لو انت فعلا مصر انك هتشق الطريق بالقوة، انا ههرب مش هعمل اي حاجة. كل اللي كانوا واقفين اتصدموا، واحنا طبعا اتصدمنا جدا. كنود بيسأله مرة تانية، بيقول له هتهرب بالبساطة دي؟ فثروفين بيرد بيقول عايزنا نعمل ايه يعني، نقعد نقتل في بعض دلوقتي؟ في الاخير انت بتحاول تصنع الفردوس بتاعك ده، ولكن في الاخر بتظلم قلة من الناس. انا معرفش اذا ده كان صح ولا غلط، وانا ما عنديش الحق ان انا انتقد افكارك دي. فبالتالي الخيار الوحيد المتبقي هو ان انا اهرب. كنود بيقول له انت محارب استثنائي، هتهرب بكل البساطة دي؟ مش هتحاول تحارب؟ مش هتحاول تمنعني بالقوة؟ تعبت نفسك وخدت الميت ضربة في الاخر عشان تقول الكلمتين دولة؟ ثروفين بيرد وبيقول شكلي كده ضيعت وقت. فبياخد إنار وبيمشوا على اساس ان خلاص الحوار خلص ومفيش اي نتيجة. ولكن في اللحظات دي، في لقطة غريبة جدا، بتشوف كنود بيضحك بشكل هستيري جدا. مش متعودين على كنود ان احنا نشوفه بالمنظر ده خالص. بيقعد يضحك وبيقول لثروفين انت مغفل، انت ما عندكش اي حاجة تقدر تضغط بيها عليا، وبكل البساطة دي جاي تكلمني وعايزني اسيب المزرعة من غير ولا حاجة كده؟ انا فعلا ابدا ما شاركتش في مناقشات سلام سخيفة زي كده. مش هكدب عليكم يا جماعة، في اللحظة دي ثروفين صعب عليا، لان هي حقيقة فعلا ثروفين جاي من غير لا حول ولا قوة، وبيكلم كنود بكل براءة وبيقول له روح مش عايزين حد يجي المزرعة. كنود بيوقف الحالة الهستيرية اللي جات له دي وبيتكلم بعقلانية وعفوية شوية. وبتشوف لقطة جميلة، كنود وهو بيكلم نفسه وبيقول فعلا ممكن اشخاص زيك يظهروا ويطلعوا من قلب ومن صلب الفايكنج، وبيعترف وبيقول انت رجل جميل. يسأله بيقول له انت هتهرب فين؟ فثروفين بيرد وبيقول لمكان مش هنا، وطبعا مش هقول لك هو فين. كنود بيرد وبيقول قوتي هتفضل في التوسع والانتشار، فمش خايف لحسن اوصل للمنطقه اللي هتروح ليها دلوقتي؟ فثروفين بيرد وبيقول ههرب لابعد مكان، هفضل اهرب طالما في مكان للهروب، سأنشئ مكانا مسالما ولكن بطرق مختلفه عن الطرق بتاعتك، مكان يعيش فيه الناس اللي اضطهدت واللي ملهاش مكان في العالم بتاعك. انا بعمل كده عشاني وعشانك. فكنود بيرد وبيقول يبقى انت هتملى الثغره اللي يعجز عملي عن ملئها، هل فعلا تقدر تعمل حاجه زي كده؟ ثروفين بيقول انا قوتي ضعيفه لا تقارن بقوتك، لو فضلت في اضطهاد الناس مستحيل املا الثغره دي، وفي الاخر محدش هيقدر ينقذك. وبيقولوا انت محتاج تشتغل بجهد اكبر عشان ما تزودش الحمل على العمل بتاعك. يعني بكل بساطه في الحوار ده ثروفين وكنود كانوا فاهمين بعض لدرجه بعيده جدا، اهدافهم المطلقه متشابهه نوعا ما، ولكن كل واحد بافكاره وايديولوجياته الخاصه. كنود بينبهر من فصاحه ثروفين، فبيقول له مين علمك الكلام ده؟ وبيضحك وبيقول انه ابدا ما شاركش في مناقشات سلام صعبه زي كده. فبنشوف لقطه ثوركل وهو متفاجئ، واحنا
تتفاجأ برضو ان خلاص كل سفن الملك روحت وما بقاش في اي جنود واقفين، وفعلا كنود انسحب من المزرعة. وولف بيقول لكنود ان فلوكي طبعا مش راضي لانه مش فاهم سبب الانسحاب، ولكن بنشوف ان وولف وكنود راضيين تماما بالانسحاب ده، لدرجة ان خلاص دلوقتي فكر كنود بدأ يختلف ويتغير، وبيقول انه خلاص كنسل فكرة انه يستولي على المزارع دي لانه مش عايز يزود حمل العمل على ثروفين. ودلوقتي كنود بيعتبر ثروفين انه شريك ليه، حلفاء جدد بيساعدوه يوصل لنقطة النهاية ولكن بأساليب مختلفة. ودلوقتي بعد ما ثروفين غير من افكار كنود، دلوقتي بنشوفه انه بيسحب القوات الدنماركية اللي كانت متمركزة في انجلترا، فضل يخفف قوته لغاية ما وصلت ل 16 سفينة، ولكن الحركات دي خلت في ثقة ما بين نبلاء الانجليز والملك كنود. فدلوقتي الموضوع ما بقاش ظاهر ان كنود كان بيغزو انجلترا وبيستولي على مواردها المالية، دلوقتي العلاقات بدأت تهدى وبدأت تبقى في ثقة متبادلة ما بينهم. وبتشوف ان كنود متفائل جدا وبدأ يحس بمشاعر جيدة زي ما كان بيقول، لانه بكل بساطة بدأ يحس انه فعلا بيعمل الحاجة الصح وبيعمل الحاجة اللي ممكن توصله فعلا للفردوس اللي عايز يبنيه في الارض. بنرجع تاني لثروفين الاسطورة، وبتشوف انه بيصحى من النوم وبيمشي على عصاية كده بيحاول يدور فين اينار دلوقتي. بتشوف ان اينار لسه قاعد في قبر ارنيت ولسه حزين وعمال يفتكر الماضي بتاعه، وبيقارن دلوقتي افكار والدته وافكار ارنيد قبل ما تموت. والدته اللي كانت عندها امل في اخر لحظات حياتها وكانت عايزة تشوف اولادها عايشين بسلام، مقارنة مع ارنيد اللي ما كانتش شايفة اي سبب لحياتها في الفترة الاخيرة. ثروفين بيروح له وبيعتذر ليه، بيقول له انا اسف ان انا بعمل حاجات مجنونة زي كده. فاينار بيسأله مرة واحدة وبيقول له سنغادر يا ثروفين، هل هنروح للمكان اللي قلت لي عليه قبل كده واللي هو فينلاند؟ فبتشوف ان ثروفين دلوقتي ندمان انه ما قدرش يرد على تساؤل ارنيد قبل ما تموت. ساعة ما كانت بتسأل وبتقول ليه اعيش، الموت بالنسبة لها في الاوقات دي كان افضل وارحم بكتير. فدلوقتي بيقول ايه الاجابة اللي المفروض كنت اقولها لروح عاند بالمنظر ده. روح الموت بالنسبة لها هو الخلاص الوحيد. فبتشوفه بيتعصب وبيشد قبضته كده وبياخد عهد انه يعثر على العالم ده، العالم اللي يدي امل للناس اللي مش شايفين اي حل غير الموت، بكل بساطة عالم افضل بكتير من الموت. وبيقول ده كل اللي احنا كنا عايزينه من العالم اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي. وبتشوف اللقطات المعبرة جدا لوجه ثروفين وإينار بالمنظر ده. ثروفين بيقول انا هعثر على العالم ده ولو ما كانش موجود انا هصنعه بنفسي. بيمسك ايد إينار وبيسلم عليه بالمنظر ده وبيقول له تعال معي يا اخي سنبني مكانا مسالما في فينلاند. إينار بيرد عليه وبيقول له لنفعل ذلك يا اخي لنبني عالم بعيد عن العبودية والحروب وراء البحر. وهما الاتنين بيقولوا من اجل ارنيد بالمنظر الرهيب ده. الشوت ده يا جماعة فعلا ايقوني جدا جدا جدا. ودلوقتي بننتقل للقطة الوداع، ثروفين وإينار وليف واللي كانوا معاهم دلوقتي هيرجعوا للموطن اللي هو ايسلاند. وثروفين بيعتذر وبيقول ان الموقف اللي عمله ده يعتبر وقاحة منه، ودلوقتي هيقولوا للسيد ولكل اللي كانوا في المزرعة ان السيد الصغير واللي هو أولمار هو اللي اقنع كنود انه يمشي. وطبعا بنتفاجئ كلنا ان باتر لسه عايش وما ماتش زي ما كنا خايفين الحلقة اللي فاتت، وبيقول له ما تخافوش على قبر ارنيد انا هحافظ عليه. بتشوف برضو انه أولمار بيروح وبيسلم على ثروفين بالحفاوة دي وبيقول له شكرا ليك انا فعلا عايز اكون شخص زي شخص قوي وطيب في نفس الوقت، بكل بساطة رجل حقيقي. وخلينا اقول حاجة يا جماعة في اللقطة دي بالذات، شوفوا الشخصيات وهي متجمعة مع بعض كده، حرفيا تحس ان في شعاع رجولة بيظهر منها. لما تبص في واجه كل شخصية هتفتكر المواقف اللي مرت بيها والمآسي واللحظات الصعبة وازاي بيتخطوها واحدة واحدة، من إينار لثروفين لأولمار دلوقتي اللي بقى رجل حقيقي، باتر وثعبان سفيركل الأسطوري، كلهم حرفيا اتطوروا بشكل ممتاز جدا جدا جدا. ودي حاجة من الحاجات اللي بتميز فينلاند ساجا، وهي التركيز على كتابة كل الشخصيات وتطور. المهم ثروفين بيقول لأولمار انا سمعت انك خدت القرار في عدم القتال قبل كده، فدي تعتبر حاجة كويسة منه. انا فضلت اعاني 15 سنة لغاية ما اوصل للفكرة دي واعرف ايه الصح اللي المفروض يتعامل فعلا. ثروفين وإينار بينزلوا كده وبيشكروا سفيركل للمساعدة الجبارة اللي قدمها ليهم، ولكن سفيركل بيقول المفروض ما تشكرنيش، دي كانت صفقة تبادل من البداية حصلت ما بينهم. وكمان من الواضح ان هما كانوا مجهزين ليهم شوية كنوز اموال على شوية ذهب، ولكن واضح ان هما رفضوا كل ده. واثناء ما ثروفين وإينار خلاص ركبوا المركب وكانوا بيودعوهم من بعيد كده،
بتشوف ثعبان بيتقدم وبينده عليهم وبيقول لهم اسمي روالد، روالد بن جريم، اتوقع ده النطق الصحيح ليها، ولكن هو ده اسم ثعبان الحقيقي. فحقيقة انه يكشف اسمه الحقيقي ليهم لاول مرة وللي حواليه ده يوضح لينا ان علاقتهم ما بقتش سطحية، وثعبان عايز ينال الشرف انه يتعرف عليهم بجد. فبيشكروه من بعيد وبيقولوا له شكرا يا روالد، ونقدر نشوف الضحكة اللي على وشهم، الضحكة اللي ظهرة حتى بعد نضب الحرب وبعد الايام السوداء اللي عاشوها. وللأسف طبعا بتشوف كتيل ان هو الوحيد اللي حاله اتغير للأسف. لو نفتكر في الاول خالص كان هو الوحيد المتزن والمسالم، وكان كل اللي حواليه حرفيا متقلب وبيمر بمشاكل، ولكن دلوقتي الكل اتطور للأحسن، ولكن هو اتطور للأسوأ وبقى غير متزن بالمنظر. وبننتقل للقطة جميلة جدا بتعكس لينا نفس كلام الحلقة الأولى في الموسم ده. نفس الاقتباسات بتاعت انقشوا في جسمك، انقشوا في الأرض، انقشوا في البحر، وكل الكلام ده. في اللقطات اللي كانت في الحلقة الأولى كنا بنشوف العنف والدب، ولكن دلوقتي بنشوف معناها ولكن من الجهة التانية. بتشوف إن إينار كبر في السن نوعا ما ومهتم بالمزرعة بتاعته دلوقتي، ولسه عايش مع حبيبته اللي ظهرت لينا في الحلقات الأولى. بتشوف ثعبان واللي هو روالد دلوقتي هو والمساعدين بتوعه بيزرعوا في المزرعة برضه، وسفيركل طبعا مبسوط وفخور بيه. تركل ماشي وغالبا مش هنشوفه تاني في القصة. ليف واللي معاه في طريقهم دلوقتي لأيسلندا، موطن ثروفين الحقيقي، هيشوف امه بقى واخته، وكل الكلام ده هتكون لقطات مؤثرة جدا. وفي اخر لقطة بتشوف باتر وهو بيتكلم وبيقول انا فضلت متحمل طول حياتي، ما كنتش متوقع ابدا ان اقابل رجالا مثلهم، وهم دلوقتي في طريقهم لمكان ابدا ما كناش نتخيل. حلقة من غير مبالغة يا جماعة من افضل الحلقات اللي شفتها في حياتي في كل حاجة مش انمي بس، وبتدخل تاريخ عالم الفن من اوسع ابواب. لان يا جماعة خلينا نكون صراحين، المستوى اللي بيقدمه فيلان ساجا ده مستوى مش بنشوفه كل يوم ولا مرة في كل سنة، حتى مستوى من الكتابة القصصية مش طبيعي فعلا، تحية للكاتب بتاع فيلان ساجا. ودلوقتي خلاص الحلقة الجاية هتكون اخر حلقة في الموسم ده، هنشوف فيها ثروفين وهو راجع للموطن الاساسي بتاعه ايسلندا اللي شفناها بس في اول حلقات الموسم الاول. ازاي هتكون ردة فعل ام ثروفين؟ هل هيقابل اخته؟ ازاي شخصيته هتتغير هناك؟ ولا هيقرر يعمل ايه بعد ما يروح هناك اصلا؟ فعلا الحلقة الجاية شكلها هتكون مؤثرة اكتر من الحلقة. استني رايكم في الكومنتات يا جماعه، اعتبروها مناقشه للحلقه دي. عايز اعرف في ناس كتير زي كده ولا في ناس عندها اراء مختلفه. مستنيكم كلكم تحت في الكومنتات، وما تنسوش اللايك السبسكرايب الشير، الكلام ده بيدعم وبيفرق جدا يا جماعه. شكرا ليكم، وكان معاكم نرد الانمي.